فضلا عن ذلك كنت على تواصل مع القائدين الذين يخوضون القتال في السودان، ومع انتهاء الهدنة المؤقتة علينا الاستمرار بالمطالبة بالتوصل إلى التسوية السياسية، إذ لا يمكننا تكبد تبعات انفجار الوضع في السودان، علما أنها الدولة ذات عدد سكاني مرتفع جدا، إذ أن ذلك سيكون لديه موجة صادمة وهزة عنيفة على كل القارة الإفريقية.